مين؟ تسلم ايدك يا قمر، من قد من اعدامه محسوبك حنفي القباه. نعم؟ حنفي القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنه. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. الجمال ده متجوزه لغايه دلوقتي. ازاي يا قمر؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبني لبيتك شيف يا شريف؟ سبحان الله. سبحان الله. ايه؟ في ايه؟ مستحيل، مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها. ماتت في حادثة عربية كرو. عربية ايه؟ كرو. صورة تلقى الأصل منك. كل حاجة فيك بتفكرني بيها، جمالك، رقتك، عينيكي، لمسة ايديكي. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها بين إيديا كده وأحطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما أكون متضايق ولا تعبان أروح حاطط دماغي على كتفها كده كده، أحس إن أنا عيل صغير وعايز أنام. أنا عارفة كانت هي بتعمل إيه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. سقيني بالظبط. هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقت لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص. مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عينك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. يا عبلة عنك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده يعني. مش قاعده في البيت ده. مش بتنجح يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف. ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عنك انت. اودالك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدام. ماشي. طيب يا شريف انا تقولي في 60 ده يا عامله. ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها.
ما تعقل امال يا شريف، دي عبله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ انت عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل، اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي انا عارفه. الغلطة غلطتي انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقة واللي كسر يتسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ اه مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزة دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجة. بس حاجة تاني؟ الحاجة اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حار ونار في جتته ما تسيبلوش حاجة. عيشة تقرف وحاجة تقرف. انت بس يا شريف بلاش العصبية دي. طيبة بنت موسى. اللي في دماغها في دماغها. مصممة على الطلاق. مخها ده مرطوشة قديمة يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون يلا. هي مسألة عند؟ طب أنا مش هطلق. وأعلى ما في غيرها تركبه. لا بقى، كده هتدخل نفسك في أواضي ومشاكل ودوشة ما أنتش قدها. اسمع أنا هكلمها لك، وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها؟ شايفة؟ وتقولي لي بتحبك. بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. لا ده اصل ايدي جت على البتاع، فالبتاع جه على البتاع، فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا يلا بينا، خلينا نسيب له بيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلعك، والبيت هسيبه لك اشبعي بيه. شريف عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص، ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضهم؟ ايه اللي بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. يا عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال اخرس خالص. ماشي خربتها وقعدت على تلها في الزقوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا